تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. كالعادة مع أبرز مواضيع وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، والبداية كالعادة بعد العناوين. قرار تاريخي، محكمة استئناف باريس تصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد وسوريون يستهزئون. بعد ظهوره في إحدى حانات كاليفورنيا، مشرعون أمريكيون يحققون مع إدارة بايدن بسبب منح تأشيرة دخول لنجل رامي مخلوف. أهلا بكم مشاهدينا. إذن صدقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس على مذكرة اعتقال بحق رأس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وعقدت المحكمة جلسة خاصة للبت في هذا القرار وحسم أمرها بالتصديق على هذه المذكرة، مذكرة الاعتقال أو إلغائها، علما أنها أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه. وبالتالي فإن القرار الصادر يعتبر قرارا تاريخيا بحسب المراقبين وبحسب وصف وكالات الأنباء ووكالة الصحافة الفرنسية تحديدا. المذكرة كنا تحدثنا عنها يوم أمس في حلقة ريبوست، وكان من المنتظر اليوم أن يتم التصديق عليها، وبالفعل تم التصديق عليها اليوم، وهي تستهدف هذه المذكرة كلا من رأس النظام بشار الأسد وأيضا شقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية. أيضا تستهدف هذه المذكرة اللواء بسام الحسن وهو مستشار رأس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. في تشرين الثاني من العام 2023 العام الماضي، كان قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون كانوا أصدروا مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وأيضا الضابطين عباس والحسن بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في كل من مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في العام 2013 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص. العميد غسان عباس أحد المستهدفين بهذه المذكرة، يشغل منصب مدير الفرع 450 كما قلنا الواقع في مركز جمرايا للبحوث العلمية وضمن المعهد. أيضا هو متخصص في تخزين وخلط وتحميل الرؤوس الحربية بالذخائر الكيماوية والتي استخدمت في الهجمات الكيماوية، ويتبع الفرع 450 للقصر الجمهوري مباشرة. كان غسان أحد المشرفين على هجوم الغوطتين الكيماوي في 21 من آب في العام 2013. أما بسام مرهج الحسن فهو ضابط برتبة لواء من أبناء بلدة شين بريف محافظة حمص، وهو من مواليد العام 1961 ويشغل منصب مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري. أيضا كان عباس ترأس سابقا الفرع 450 في العام 2008 ويعتبر من أحد المسؤولين عن عمليات إصدار الأوامر والتنسيق والارتباط بين مختلف القطاعات العسكرية لتنفيذ الهجمات بالأسلحة الكيميائية. طبعا موضوع المذكرة منذ يوم أمس وحتى اليوم ومنذ أن بدأ الحديث عن هذه المذكرة منذ العام 2023 في نهاية العام الماضي في تشرين الأول، كان هناك الكثير من ردود الفعل المتباينة. هناك من هلل لهذه المذكرة على أنها أول مذكرة اعتقال دولية تصدر بحق رئيس دولة ما زال إلى الآن في منصبه، ومن هذا الباب جاء هذا التوصيف، توصيف القرار التاريخي. لكن من جهة أخرى هناك شريحة واسعة من السوريين اعتبروا أن الأمر مضحك
يعني هناك حالة من الاستهزاء وحالة من السخرية من هذا القرار، على اعتبار أنها لا تقدم ولا تؤخر. وهناك من تهكم وبدأ يكتب المنشورات ويقول الآن ستنزل طائرة الهليكوبتر في القصر الرئاسي في دمشق من أجل اعتقال بشار الأسد. وطبعا هذا يعني أمر يعني بعيد جدا، بل تقريبا مستحيل. فإذا هناك تباين في ردود الفعل، ولكن يعني أيا يكن وبكل الأحوال فإن مذكرة التوقيف هذه يعني اعتبرت أنها قرار تاريخي، كونها يعني لأول مرة تصدر هذه المذكرة بحق رئيس ما زال إلى الآن في منصبه. في التعليقات أبو بسام مثلا هنا يقول لا عن جد هذا ظلم بكير، لسه في شعب بسوريا مين بده يقتله. أيضا هنا حسام يقول طيب كانوا يعتقلوا رفعت بالأول على مين؟ عم يضحكوا. أبو رواد يقول في هذا التعليق يعني رح يبعثوا دورية تاخده ولا بحيدرة أبي خليوني قربوا عليه. وأخيرا فؤاد يقول أبو جودة اللي يتم القبض عليه أو اللي رح يقبض عليه ولا نوري اتركونا من خزعبلات فرنسا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا في أطوار وطور عائلة الأسد، حيث أو منذ أن تسلمت هذه العائلة عائلة الأسد حكم سوريا قبل أكثر من نصف قرن، وهي تجند طائفتها للدفاع عن حكمها مستخدمة أساليب شتى لتحقيق غايتها، سواء بالترغيب أو طبعا عبر منح الميزات والحظوة والسطوة والسلطة، سلطة طبعا أتباعها على بقية السوريين، أو بالترهيب عبر تخويفها من بقية السوريين وإيهامها أن مصيرها وأمانها مرهون ببقاء هذه العائلة عائلة الأسد. هذه الأساليب التي طبقها النظام تجلت أكثر بعد الثورة السورية عام 2011، حيث جند أبناء طائفته بشكل مباشر في حربه على السوريين المطالبين بالحرية والكرامة، الأمر الذي زاد الشرخ بين مكونات المجتمع السوري. ومن أجل ماذا؟ كل هذا من أجل أن تستمر عائلة الأسد بالحكم وتتنعم هي والدائرة المقربة منها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمتحكمين باقتصاد البلاد وبخيرات البلاد، بعيدا عن أتون الحرب وويلات 13 عاما من المآسي التي عاشها ويعيشها ما زال يعيشها الشعب السوري. اللافت في الأمر أن هؤلاء لم يخفوا خلال السنوات الماضية الرخاء والنعيم الذي يعيشون فيه، طبعا خارج سوريا بالتأكيد، حتى داخل سوريا يعني. ربما كان المثال الأبرز على هذا الكلام خلال السنوات الماضية محمد مخلوف. محمد مخلوف هو نجل حوت الاقتصاد سابقا، رامي مخلوف ابن خال الرئيس رجل الأعمال الذي نهب البلاد على مدى سنوات قبل أن يتخلى عنه الأسد من أجل أن يستولي على أملاكه التي جمعها بالأساس من أموال السوريين. دعونا نستذكر هذا الفيديو. فيديو انتشر لمحمد مخلوف ابن رامي قبل 3 سنوات، كان يظهر فيه وهو يقود هذه السيارة الفارهة، وكان في لوس أنجلوس الأمريكية. ثمن هذه السيارة 300,000 دولار أمريكي. إلى جانبه كانت تجلس هذه الفتاة. من هي هذه الفتاة؟ هي إنها عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشيل عبدان. الفيديو هذا نشر قبل 3 سنوات، نشره أحد اليوتيوبرز أو البلوجرز الذين يقومون بإجراء المقابلات مع الناس في الشارع ويسألهم ماذا تفعل أو ماذا تعمل لتعيش. فصادف ابن رامي مخلوف، سأله ماذا تعمل حتى عندك يعني هذه السيارة الفارهة. دعونا نستذكر ماذا أجاب محمد مخلوف على هذا السؤال الصعب حقيقة. I love your car. What do you do for a living? You're the guy from Instagram. Yeah, Daniel Mac. You seen it? Yeah. That's awesome. What do you do? I work. You work? Yeah. In like what profession? Give me a little something. I'm doing an internship. Internship? Yeah. Okay, driving this bad boy. Must be a good one. It's rented. Okay. Yeah. Rented. You're honest. Yeah. I love it, man. Well, cool. Nice to meet you. يعني الفيديو معروف وشهير ويعني أحدث ضجة في وقتها عندما نشر لأول المرة، لكن اليوم يطل علينا نجل رامي مخلوف مجددا بعد انتشار خبر
عن منحه تأشيرة دخول أمريكية، الأمر الذي دفع مشرعين جمهوريين في إدارة بايدن للتحقيق في هذا الموضوع وتحديد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية انتهكت العقوبات بالسماح لقريب لبشار الأسد بدخول الولايات المتحدة الأمريكية. تقول صحيفة واشنطن فري بيكون، وبحسب نواب في الحزب الجمهوري، فإن محمد مخلوف شهد في وقت سابق من هذا الشهر على موقع انستغرام وهو يشرب في إحدى الحانات في مناطق كاليفورنيا. وتقول الصحيفة أيضا أن الصورة أطلقت تحقيقا في كيفية السماح لأحد أفراد عائلة الأسد بدخول البلاد في وقت يخضع فيه الدكتاتور السوري وأفراد عائلته لعقوبات أمريكية شديدة. كما يقول عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الداخلية في مجلس النواب جو ويلسون للصحيفة، يقول إن هذا الأمر هو أمر شائن. لقد فرضت عقوبات على رامي مخلوف منذ عهد إدارة بوش لكونه أكثر الرجال أو أكثر رجال الأعمال في سوريا فسادا، وحقيقة أن ابنه يستطيع أو أن ابنه يستطيع دخول هذه البلاد تظهر أن قوانين الهجرة والعقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية منتهكة. في التعليقات والتفاعلات حول هذا الخبر كتب محمد نور يقول: شيء مضحك، يعتقدون أن السوريين لا يعلمون أن أمريكا وإسرائيل هي من تحمي بشار وأقربائه. نبيل يقول: وهي ابن رامي مخلوف طالع يحارب الإمبريالية من أمريكا ويأخذ جنسيتهم ويتنعم بأموال الشعب السوري. ريماس محمد تقول: في سوريا الأسد المريض الفقير إلى جهنم، راتب الموظف 300 ألف ليرة سورية، استشارة طبيبة أو الاستشارة الطبية وأجرة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي 150 ألف ليرة سورية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بات الوضع الاقتصادي المأساوي على ما يصفه البعض واقعا مريرا يعيشه السوريون في مناطق سيطرة النظام. ف13 عاما من المأساة السورية دمرت فيها البلاد على يد طائرات وصواريخ النظام أودت بالبنى التحتية وأوصلت الجرائم ضد الإنسانية على يد رأس النظام ومسؤوليه، أدت إلى فرض عقوبات عديدة. عطل النظام المصرفي، باتت البلاد غارقة بسيل من التضخم أوصل الليرة السورية إلى الحضيض لتعادل كل 15 ألف ليرة سورية دولارا واحدا فقط الآن. وطبعا السعر الآن يعني يرتفع وينخفض بهذا الحدود. مع كل تلك المعطيات انطلقت شرارة رفع الدعم عن المواد الأساسية منذ أعوام، يعني يتم الحديث عن هذا الموضوع بدءا من المازوت وصولا إلى الخبز مرورا بكل المواد الأساسية الأخرى. اخترع النظام البطاقة الذكية، هذه هي البطاقة الذكية، وتبين أنها لم تكن ذكية. وصل دخل الفرد إلى ما يعادل 15 دولار فقط في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن السوري أكثر من 300 دولار للعيش بشكل طبيعي، يعني بشكل يشبه مثلا ما كانت الأوضاع عليه قبل العام 2011. اليوم يعلن النظام رسميا رفع الدعم بشكل كامل والاستعاضة عن ذلك بما سمي الدعم النقدي. أعلن مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري اليوم أو أمس الثلاثاء، أعلن عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي كما قال، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية يعني البطاقة الذكية بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها، وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة حسين عرنوس والذي طالب بفتح الحسابات خلال مدة تقريبا 3 أشهر أو مدة 3 أشهر كحد أقصى تمهيدا لتحويل مبالغ الدعم التي ستسحب طبعا من المواد لتحويلها إلى هذه الحسابات. مجلس الوزراء أوضح في بيان له أنه اتخذ هذه الخطوة كما يقول هنا، اتخذها تماشيا مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي إنما هو إجراء بسيط جدا ميسر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جدا كما يقول.
أيضا يقول تم توجيه كل المصارف العاملة في البلاد لتبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتسيير عملية فتح الحسابات المصرفية. النظام السوري يرى أن إعادة هيكلة الدعم بهدف أو تهدف لتوجيه مستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، ويدعي أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال 3 أشهر فقط لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة الدعم أو سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين كما يقول من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات، وذلك من أي جهات وسيطة قائمة حاليا أو محتملة. كما أن هذا التوجه يراعي بكل عناية كما يقول موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كل مستحقي الدعم على أو من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. إذن لا دعم على المواد الأساسية، سيلغى كل الدعم وسيتحول إلى الدعم النقدي، يعني سيأتي المواطن يفتح حساب في البنوك السورية، هو ليس هناك بنوك، يعني هو بنك واحد ربما هو المصرف التجاري السوري، أو ربما هناك يعني مصرف آخر أو مصرفان لا ندري بالضبط، ويفتتح حساب، ومن ثم تقوم الدولة بتحويل مبالغ الدعم التي كانت تضعها على المواد الأساسية وتحولها إلى حسابه البنكي. وطبعا يعني المواطن بحاجة الآن إلى صرافات آلية من أجل سحب هذا المبلغ أو سحب المبالغ، والصرافات الآلية كما نعلم يعني معظمها معطل، يعني هذا بالأساس الصرافات الآلية هي عددها قليل، يعني نتحدث عن 10 صرافات أو 20 صراف ربما في دمشق، يعني هي لا تكفي أصلا عدد السكان الموجود، هذا لم نتحدث عن باقي المحافظات يعني بعيدا عن دمشق. ويعني من الآن الصرافات يعني تكتظ بالناس، مع كل رأس شهر تجد المتقاعدين يقفون بالطوابير على هذه الصرافات يتشجرون ويعني يشتمون بعضهم البعض، تحدث فوضى، الصراف يعني ينفذ من النقود غالبا أو يعطل أو حتى يبدأ ب يعني إعطاء تيار كهربائي، يعني شاهدنا بعض الصور الساخرة التي كانت تتحدث عن أن الصراف الآلي يكهرب، يعني وضعه لافتة لا تلمس هذا الصراف، يعني عم بيكهرب الصراف. إلى التعليقات، سعيد يقول هنا في هذا التعليق: نحيي الجهود المبذولة من أجل الصالح العام، ولكن لا فائدة من أي إنجاز طالما أننا نرى الفساد يستشري ببلدنا الحبيب ونحن ننظر إليه دون اتخاذ أي موقف للحد منه، ومثال على ذلك هو تعامل الحواجز مع السيارات. دكتور سعيد نصور يقول أنت تطرح أو تطرح أو تصدق أن الهدف من الفكرة أو أي فكرة أخرى تطرح هو تحسين ظروف هذا الشعب للتخفيف من معاناته. أنا أرى أن الحرامية والفاسدين لا يمكن أن تكون لديهم نوايا صادقة تجاه شعب مستعبد مذلول مكمم الأفواه. أيضا في التعليق التالي للميا عاصي، وهي وزيرة الاقتصاد السابقة، تقول: لم يعاصي التغير بقيمة البدل النقدي بما يساوي ثمن السلع المرفوع عنها الدعم هو أمر أساسي وضروري. أما هاني هاشم فيقول: بمناسبة رفع الدعم صار لازم وواجب على الحكومة تنزل عملة نقدية فئة 10,000 ليرة، وإذا في فئة 25,000 بيكون أحسن، وصار لازم تستورد صرافات آلية عدد 1,000 حد أدنى، لأنه 20 صراف بساحة المحافظة، يكمل في التعليق، ما بقى يكفوا كل سوريا، والختائر المتقاعدين عم يتطابشوا كل يوم على الدور وعم يلحقنا طرطوشة منهم. صور القائد في كل مكان، صور الملهم المعلم الأول، صور المنتصر، تقليد ألفته أعين السوريين منذ 60 عاما تقريبا وحتى اليوم، من الأب إلى الابن.
فلا يمكن لك أن تدخل مكانا سوريا سواء كان حكوميا أو خاصا أو مشتركا أو بين إلا وتطالعك صور سيادته بابتسامة واثقة ووجه مشرق وعينين زرقاوين تستمد منهما الطاقة والثقة بالنصر وكل ما يمكن له أن يعبئ لك محتواك القومي والفكري والوطني. إنه القائد الأوحد، المعلم، الفلاح، المهندس، الطبيب، الداعية، رجل الدين الأول، كل شيء أول، فهو الأول بالأول. فأهلا بالأول. في جولة على شوارع دمشق مؤخرا تبين أنه بالفعل هناك تراجع واضح بانتشار صور الأول، صور القائد، صور الأسد، حتى بات بالكاد العثور على هذه الصور بمناطق مكتظة. لا تزال هناك بعض الصور القديمة طبعا هنا وهناك، وغالبا يصعب إزالتها، وبلغت نسبة التراجع بحسب الجولة أكثر من 80%، بينما ما تزال هناك صور على مقار حزب البعث العربي الاشتراكي مثلا، المفارز الأمنية ومقار هذه المفارز، وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وطبعا ليست كلها. إذن صور القائد الملهم الأول، المهندس، الطبيب، المواطن، رجل الدين، الداعية، الرياضي الأول في تراجع في سوريا. يبدو أن هناك توجيه بإزالة هذه الصور أو الحد منها قدر المستطاع والبقاء عليها في ربما في مقرات حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض المؤسسات الحكومية، لكن يلحظ تراجع كبير في هذه أو في انتشار هذه الصور بحسب جولة لموقع تلفزيون سوريا في محافظة دمشق. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في المادة التالية. بهذا نصل إلى ختام ريبوست اليوم. مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام السادسة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.